السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. النهاردة بإذن الله جايبة لكم وصفة للتخلص نهائيا من ترهلات الثدي. مهما كان عندك ترهل في ثديك إن شاء الله الوصفة اللي معايا النهاردة علاج فعال جدا لترهلات الثدي. هقولك إزاي. طبعا لو عندك ترهل وكمان حجم ثديك كبير، عاوزة تشدي حجم ثديك وكمان تصغير لحجم الثدي، او لو عندك بس ترهلات مش عاوزة تصغري حجم ثديك، النهاردة ان شاء الله هقولك على وصفة جميلة جدا وفعالة. خليكي معايا لاخر الفيديو علشان طبعا طريقة تحضير الوصفة مهم جدا، وكمان طريقة استخدامها بالطريقة السليمة مهمة قوي. حابة ارحب بيكي واقولك نورتيني. لو اول مرة تزوري القناة ما تنسيش تشتركي في القناة، تنزلي تحت وتدوسي على زر اشتراك وكمان تدوسي على الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي اول ما تنزل باذن الله. ولو سمحتي ادعميني باللايك والشير للفيديو. الوصفة الأساسية اللي معايا النهاردة هي لترهل الثدي. هقولك ازاي لو حجم ثدي كبير وعاوزة تعملي تصغير لحجم الثدي مع شد الترهلات هتضيفي ايه، ولو عاوزة تعملي شد بس او شد للترهلات بس هتعملي ايه. النهاردة بإذن الله معايا اول مكون معايا زي ما انتوا شايفين كده هو القرفة او المسمار زي ما بنقول عليه اهو. ده بيبقى شكله طبعا كل الناس عارفاه اهو. هنبقى محتاجين معلقتين كبار ممتلئين من القرنفل زي ما انتوا شايفين كده. اول حاجة هعملها ان انا اجيب المطحنة بتاعتي واطحنه ناعم جدا. هبدأ افضي القرنفل بتاعي في المطحنة زي ما انتوا شايفين كده. عاوزين نطحنه على قد ما نقدر يكون ناعم جدا. بنبدأ نفضي طبعا القرنفل بعد ما يكون الطحن كويس جدا زي ما انتوا شايفين معايا كده. هنضيف تاني مكون وهو زيت الزيتون. هنضيف مقدار 4 معالق من زيت الزيتون، معالق كبيرة. انا ضفت 4 معالق كبيرة، دي معلقة صغيرة فضفت منها 8 اهو. زي ما انتوا شايفين معايا كده انا عملت زيت قرنفل اصلي، بس لازم في خطوة تانية لازم نعملها. انتي بتاخدي الزيت القرنفل اللي احنا عملناه ده وبترفعيه على حمام مية الاول قبل الاستخدام، وكمان بنحفظه حوالي 3 ايام بالظبط. لو انتي مش عاوزة تعمليه في حمام مية او تسخنيه في حمام مية لمدة 10 دقايق، يبقى هتحطيه في اي برطمان عندك او اي حاجة مغلقة زي كده مثلا. بتبدأي تفضي الخليط ده وبتحتفظي بيه عندك في الدولاب بتاعك لمدة اسبوع، وبعد كده بتبدأي تستخدميه مش قبل اسبوع لو انتي مش عاوزة تعملي له حمام المية. حمام المية بتجيبي طبعا اي طاسة فيها شوية مية سخنة كده وبتحطي فيها الطبق ده، يكون طبعا قابل للسخونة. بتقعدي تقلبي فيه لمدة 10 دقايق كده على نار تكون متوسطة، وبعد كده بتفضيه في ازازة زي دي كده وبتسيبيه حوالي 2 او 3 ايام وتستخدميه. ما عملتيش مرحلة التسخين او الحمام المية
يبقى هتسيبيه في الازازه بتاعتك لمده اسبوع، وبعد كده هتبداي تستخدميه. ده للترهل الثدي، ممتاز جدا جدا. طبعا انت كده بتضمني ان انت عملتي زيت قرنفل اكيد مضمون 100%، مش ما هيكونش مغشوش، ما تعرفيش مصدره. انت كده تضمني ان شاء الله يكون الوصفه بتاعه ترهل الثدي ممتازه جدا معاكي. عاوزه اقولك لو انت حابه بقى عندك ترهل وكمان حجم ثدي كبير، هتستخدمي البن كمان مع الخلطه دي. هتزودي كميه الزيت، مثلا هتزودي معلقتين كبار من الزيت وكمان معلقه واحده من البن او القهوه العربي المطحونه مش سريعه الذوبان. بتضيفي معلقه كبيره من البن وتزودي كميه الزيت، وبرده بتعملي نفس التسخين او الحفظ لمدة اسبوع في اي برطمان او زجاجة زي دي كده. يبقى احنا اتفقنا لو في ترهل وكمان عاوزة تصغري حجم ثديك، هتستخدمي زيت القرنفل مع معلقة كبيرة من البن وبتزودي كمية الزيت. لو في ترهل بتستخدمي زيت القرنفل وكمان قبل الاستخدام على طول بتضيفيله زيت الياسمين، يعني بعد ما بتحتفظي بيه الخليط بتاعنا ده لمدة اسبوع، اول ما تيجي تستخدمي بتضيفي معلقتين كبار من زيت الياسمين وبتبدأي ان انت تحركي في الخليط كويس جدا. وبعد كده بتستخدميه ازاي بقى؟ زي ما انتوا شايفين كده، طبعا بتحفظيه، بتغطيه وتحفظيه لمدة اسبوع، وبعد كده بتبدأي تستخدميه على ثديك. طبعا بتجيبي منشفة او فوطة يكون فيها مية دافية وبتحطيها على منطقة ثديك او منطقة الترهلات 2 لـ3 دقايق، وبعد كده بتنشفي وبتاخدي. طبعا بتلاقي ان الزيت فصل عن القرنفل، القرنفل بقى في القاع والزيت طلع لفوق. ما تصفيش القرنفل خالص طول مدة الاستخدام، سيبي القرنفل بس خدي كمية من الزيت. لو نزل معاكي القرنفل مفيش اي مشكلة، بتبدأي تعملي عملية تدليك او مساج من تحت لفوق في منطقة الترهلات او منطقة الثدي كده. لازم تعملي تدليك من 5 لـ10 دقايق. التدليك مهم جدا جدا لشد الترهلات يا جماعة. كمان المفروض ان احنا نلتزم ان احنا ما نلبس اي برا يكون حجمه صغير قوي او كمان حجمه كبير، حجمه يكون على مقاسك او اكبر نمرة كمان هيكون افضل بكتير. ان شاء الله هتجيب معاكم نتائج حلوة جدا. وما ننساش طبعا نضيف زي ما قلت عند الاستخدام معلقتين كبار من زيت الياسمين، وطبعا بتمشي عليها مدة مش اقل من اسبوع. انت بتلاحظي مع اول استخدام ان في فرق كبير جدا جدا، بس عاوزين نستمر عليها اسبوع لعشر ايام كمان. بعد الاسبوع او 10 ايام لازم نستخدمها مرتين في الاسبوع على الاقل علشان الترهل ما يرجعش تاني. في ناس طبعا بتستخدم الوصفة وبعد كده لما بتجيب نتيجة بتسيب الوصفة نهائيا، فطبعا بترجع عليها بالسلب. لأ، ما تسيبيش الوصفة نهائيا، حاولي حتى تعمليها مرتين في الاسبوع قبل ما تنامي، والصبح اشطفي منطقة الثدي، هتلاقي ان في نتيجة حلوة جدا. يا رب يكون الوصفة النهاردة سهلة وتجربوها، وما تنسوش طبعا ارائكم في الكومنتات، واكيد ما تنسوش تدوسوا على زر اشتراك وكمان تدوسوا على لايك وشير. واشوفكم على خير في فيديوهات جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملية تدليك او مساج من تحت لفوق في منطقة الترهلات او منطقة الثدي كده. لازم تعملي تدليك من 5 لـ10 دقايق. التدليك مهم جدا جدا لشد الترهلات يا جماعة. كمان المفروض ان احنا نلتزم ان احنا ما نلبس اي برا يكون حجمه صغير قوي او كمان حجمه كبير، حجمه يكون على مقاسك او اكبر نمرة كمان هيكون افضل بكتير. ان شاء الله هتجيب معاكم نتائج حلوة جدا. وما ننساش طبعا نضيف زي ما قلت عند الاستخدام معلقتين كبار من زيت الياسمين، وطبعا بتمشي عليها
مدة مش اقل من اسبوع، انتي بتلاحظي مع اول استخدام ان في فرق كبير جدا جدا، بس عاوزين نستمر عليها اسبوع لعشر ايام كمان. بعد الاسبوع او عشر ايام لازم نستخدمها مرتين في الاسبوع على الاقل علشان الترهل ما يرجعش تاني. في ناس طبعا بتستخدم الوصفة وبعد كده لما بتجيب نتيجة بتسيب الوصفة نهائيا، فطبعا بترجع عليها بالسلب. لا، ما تسيبيش الوصفة نهائيا، حاولي حتى تعمليها مرتين في الاسبوع قبل ما تنامي، والصبح اشطفي منطقة الثدي، هتلاقي ان في نتيجة حلوة جدا. يا رب يكون الوصفة النهاردة سهلة وتجربوها، وما تنسوش طبعا ارائكم في الكومنتات، واكيد ما تنسوش تدوسوا على زر اشتراك وكمان تدوسوا على لايك وشير، واشوفكم على خير في فيديوهات جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.